عمرك رفيقي. وفاق، حسب توجيهات السيد الرئيس يتم تجفيف الهوار. هكذا بدأ الانهيار. طاغية بغداد يأمر بقتل الحياة في الأهوار. النظام البعثي يقرر معاقبة الهور كجزء من الانتقام الذي تعرض له جنوب العراق بعد انتفاضة شعبان الخالدة. وهنا وقد بدأ منظر الحياة كئيبا، وهي تغرب تدريجيا عن تلك البقعة. جاءت الرسائل كأنها دموع تتشبت بعيون الأوفياء لتتخلص من العطش المفروض عليها بواسطة حقد الجلاد. للخ محمد باقر يمزح للهور توازع، 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 للخ محمد باقر يمزح للهور توازع. ما إن وصلت الرسائل إلى شهيد المحراب قدس سره الشريف حتى أمر بتنفيذ عملية نوعية تستهدف إزالة الموانع الصناعية التي حجبت المياه عن الهور، وتقرر أن يطلق على العملية اسم الحسن المجتبى تيمنا بكريم أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام. مقر قيادة العمليات حيث ترسم الخطوط الأخيرة لمخطط إعادة الهور. لم تكن الأمور سهلة، فكان على المجاهدين الانتقال عشرات الكيلومترات عبر مناطق سطوة النظام وسيطرة قواته وصولا إلى مقراتهم في تل شعيب. كان شهيد المحراب الخالد على تواصل مستمر مع المجاهدين، ويراقب العملية عن كثب ويطلع على سير الأحداث أولا بأول. وفي كل درب تطأ أقدام المجاهدين. كانت لشهيد المحراب ذكرى، ونبدأ روحه هنا تحمل أخلاقيات الحرب والسلم. ويسير المجاهدون إثراها مبادئه مشاعل نور، وثورة تخط لهم طريق النصر بحروف من علوم القرآن والقدوة الصالحة. ساعة الصفر تقترب من البداية وأجراسها تقرعها لحظات الحقيقة الكبرى. بعد إتمام عمليات الاستطلاع تقرر تنفيذ العملية في منتصف آب من نفس العام. تمت بعدها السيطرة على السد الترابي. سقط أثناء الصولة عدد من المجاهدين بين شهيد وجريح. احتفى أهالي الهور بعودة المياه ووفاء القائد الذي حمل همومهم ومعاناتهم ليترجمها إلى بطولة فريدة.